وأخيرا يا صاحب السمو، هذه مداخلة معالي الدكتور محمود سفر وزير الحج الأسبق. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدي الأمير، لم يكن في نيتي أن أتحدث في هذه الليلة المباركة في هذا الحرم الجامعي المبارك في هذه البلدة الكريمة، غير أنك أثرت شجوننا بالحديث عن الملك عبد العزيز في مواقف عدة، وأصبح الحديث ذو شجون. وقد طلبت الكلمة لأنني أريد أن أدلي بشهادة للتاريخ عن الملك عبد العزيز، سمعتها من سيدة ذكرت في ثنايا حديثكم المبارك عن الملك عبد العزيز السيدة المسنة التي طلب أو أوكل الملك عبد العزيز نفسه نيابة عنها في المحكمة. هذه السيدة يا سيدي هي جدتي لأبي، هي والدة أبي، واسمها فاطمة بنت عبد الله الشافعي من ثقيف الطائف، وكانت في الطائف عندما حدثت معركة الطائف وتوفى فيها زوجها، فخرجت إلى مكة بصحبة والدها هي وأبنائها. وقد روت لي هذه القصة وهنا أرويها نيابة عنها وهي في دار الحق، لأنها شهادة تدل على عظمة الملك عبد العزيز وعلى حكمته وعلى حلمه وعلى تواضعه. فجاءت وجدت من أقارب زوجها من استولى على ممتلكاتها، وأصدر من المحكمة حكما يقضي بملكيتهم له، فانزعجت. فقيل لها هناك حاكم جديد لمكة، اذهبي إليه. قالت أين هو؟ قالوا لها في السقاف. فذهبت مشيا إلى هناك، والملك عبد العزيز رحمة الله عليه خارج من القصر، فصارت تصرخ يا عبد العزيز يا عبد العزيز بلهجتها البدوية العفوية التي فيها حدة، واسمحوا لي في هذا اللفظ لأن الذي قالته للملك عبد العزيز يدل على حرقتها وقهرها. فرآها الملك عبد العزيز عندما حاول الآخرون أن يمنعوها من أن تصل إليه، وقال لهم كبوها كبوها، وقد أخبرتني بنفس الألفاظ هذه. فاقتربت منه وقالت له بحدة وعفوية وعنفوانية، قالت له عبارات أقولها لأنها شهادة للتاريخ لم تزعج الملك عبد العزيز. قالت له يا عبد العزيز، قتلت رجالنا في الطائف وأتيتم إلى مكة لتنهبوا أموالنا؟ فاستغرب الملك عبد العزيز وهدأ من روعها وقال لها إيه القصة، إيش اللي حصل؟ قالت له نزلت من كذا كذا ووجدت الأملاك، وقاضي من قضاتك الذين وضعتهم في المحكمة حكم بالظلم. فطلب من بن جماعة وهي تتذكر اسمه، هات قرطاسة بن جماعة، وقال اكتب إلى القاضي فلان الفلاني أنا وكيل هذه السيدة شرعا أمامك. أخذت الورقة وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف ما بها. قالت له ما هذه الورقة؟ قال لها خذي هذه الورقة واذهبي للقاضي بها. وذهبت إلى القاضي. القاضي دخل، وفي كل مرة كانت تدخل إليه كان يطردها ويهددها بالعسكري، أخرجي لا تجي أخرجي لا تجي. المرة هذه جاءت متسلحة بورقة فيها ختم عبد العزيز، أو هكذا قالت لي هي وهذا صحيح. فقالت له جبت لك ورقة من سيد سيدك بلهجة عفوية. فتح الورقة وهو جالس، عندما رأى ختم عبد العزيز وقف على راسه وحتى الورقة وقف على رجله وحط الورقة على راسه، كما قالت له بلا عفويتها ولجت الله أكبر عليك، خفت من عبد العزيز وما خفت من رب عبد العزيز. سيدي الأمير، هذه قصة تاريخية أردت أن أخبرتها لبعض إخوانك حفظهم الله جميعا، وأردت أن أسجلها هنا كشهادة للتاريخ بوجودك وبوجود هذا المحفل الكبير، لأنها شهادة تدل على تواضعه رحمه الله وحلمه وحرصه على العدل وحرصه على تحكيم شرع الله في ذلك. أشكرك سيدي الأمير الذي أثرت شجوني بهذا، بارك الله فيك. شكرا دكتور، وهذه شهادة أعتز بها.
احنا كنا نسقي الله يحييك الذات اللي ذكرها بس ما فصل الله يرضى عليك. شكرا لك.